صباح الخير، مرحبا بكم مرة أخرى في الماتينا. أهلا سعداء باستقبال سي محمد تيسير النهدي، ناطق باسم جمعية تونس للرسك. صباح الخير سيدي. صباح النور ومرحبا بكم وشكرا للتسعة على الاستضافة. مرحبا يعيش إن شاء الله. مبروك عليكم الاستوديو جينا. ميرسي بوكو. محمد تيسير. لا 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 مانيش تابعين، أنا هو تبع الكيف وأنا سليانة، كل واحد نتشرفوا سيدي. باهي كيف كيف سيدي. حكاو برشا في الاعلام على الحكايه اللي عملتوها، اللي هي حاجه باهيه برشا، انكم لميتوا اطنان نتاع بلاستيك واطنان نتاع بلار واعطيتوهم معناتها العباد اللي ترسكل فيهم، وبالفلوس هذم نجمتوا قريتوا تلامذه نتاع مدرسه كامله في اولاد خميسه هكا ولا في عين دراهم. اما انا ما نحبش نحكي كان على التظاهره هذه، الحق نتاع ربي، نحب نحكي على الجمعيه. انتم من 2013 شنو عملتوا خلاف هذه اللي عملت البوز؟ خلينا احنا من 2013 هو رئيس الجمعية سي حسين حمدي، هو كل مرة يقترح حاجة في كونسيبت باش يعاون العباد بطريقة مختلفة، معناها مش لازم انت تعطي فلوس باش تعاون الناس، تنجم انت دبوزة بلاستيك ما عندها حتى قيمة طيشها، ولا ساشيت ما عندها حتى قيمة طيشها، ولا دبوزة بلار طيشها، نجم هو يثمنها حاجة ذيك ويعمل بها حاجة معناتها بها للصغيرات وكل شيء. دونك احنا حاولنا معناتها في عنا توا حكيت شهرين عملنا 6 حملات، عملنا حملة في تبرقة، مشكورين هالي تبرقة معناتها استدعونا في الشط نتاع تبرقة بالتعاون مع دار العين. دونك مشينا بحذاهم ومشينا 75 واحد، زوز كيران، عملنا متطوعين، عملنا بيل على فيسبوك في الباج نتاعنا تونيزي ريسكلاج، قلنا اللي يحب يجي يعاون، يحب يناضي يشوف بلاده نظيفه ويحب يشوف تبرقه نظيفه مرحبا به، علاش لا؟ دونك العبيد معناتها الناس كل خاصه الشباب متحمسين على الاخر معناتها وفرحانين على الاخر معناتها كيفاش فما شكون باش ينظمهم باش يمشيو يعملوا حمله نتاع تنظيف. الحملات نتاع تونس للرسك ماهوش تنظيف فقط، دونك احنا نمشيو ننظفوا البلاصه ومن بعديك نعملوا عمليه الفرز. اش معناها عمليه الفرز؟ معناتها ماهيش معناتها عمليه عاديه، لم الوسخ وحطه في البوبيله يجي الكاميون يهزه، لا. دونك خاطر الكاميون كي باش يهزه ويمشي يهزه، هو ديجا باش يعاود يرجعه للبحر ولا باش يعاود يحطه في مصب داخل بعضه باش تزيد تعاود ترجع نفس الحكايه. دونك احنا نعملوا عمليه الفرز، ناخذوا الدبابز وحدهم، الغطاء نتاع الدبابز وحدهم، ناخذوا البلار وحده، ناخذوا الكارتون وحده. دونك هذوكم من بعديك نهزوهم احنا للجمعيه نتاعنا ونهزوهم الناس معناتها مختصين في الرسكله اللي هما احنا نتعاملوا معاهم وكل شيء. معامل للرسكله قدامنا تصير العمليه. دونك تصور انت توا احنا وصلنا 8 اطنان معناتها نتاع بلاستيك و13 طن نتاع بلار، هذوكم شوف كيفاش كانوا في الطبيعه، معناتها مش تلوث، معناتها كانوا معناتها الطبيعه كانت تعاني منهم. دونك احنا هذوكم الكل منعنا منهم الطبيعه وباش يمشيوا شنو؟ باش يمشيوا ملابس وباش يمشيوا صبابط وباش يمشيوا سراول، دونك هي الرسكله كيفاش تصير. والفلوس هذوكم نتاعهم هما، دونك احنا حاولنا معناتها نعاونوا بهم معناتها وليدات صغار في عين دراهم، معناتها مدرسه وليد خميسه، معناتها مدرسه مزينه على الاخر، ما تصورش قداش فرحه الاولياء، قداش فرحوا وقداش الصغيرات معناتها كيفاش الادوات نتاعهم الكل، الكراتب نتاعهم، معناتها كل حاجه تبع الفورنيتور سكولير، معناتها حابين ناخذوهم من احسن ما يكون باش الناس هذوكم يحسوا زاده بالكرامه ويحسوا انهم هما معناتها تصور انت الناس اللي يساهموا، فما حتى ناس في ديارهم في كل جمعه يخرج مثلا دبابز بلاستيك يحطهم في ساشي. عارفين ليكم انتوما. نتعداو احنا بالكهرباء نهزوهم مثلا عندنا صديقتنا لميسي يكلموا على التليفون تمشي بالكهرباء للديار تهز معناتها كدبابز هذوكم، فما قاوي زاده قالوا احنا القاوي معناتها كل يوم جيوا في الليل نص الليل تهزوا دبابز، معناتها فما ناس معناتها حتى بدبوزه باثنين، معناتها مش مشكله كونتيتي ولكن مشكله معناتها في الناس كيفاش توعات وكيفاش الناس معناتها حست معناتها بالخطر في المنظومه البيئيه ككل، اللي بالحق معناتها تصور انت تمشي بعد معناتها 2020 2025 ما تنجمش تلقى غابه نظيفه باش تمشي. احنا خاطر نمشيو ياسر ندورو في الغابات، نمشيو نعملوا كومبينغ ونعملوا لي روندوني، دونك
بعد 10 سنين 15 سنين ما عادش تلقى غابه نظيفه باش تشم فيها هواء، معناتها ما عادش تلقى معناتها بحر ولا شط نظيف باش تمشي تعوم فيه وتمارس فيه معناتها الهوايه نتاعك، ولا باش تمارس فيه معناتها النشاطات اللي انت تحب عليهم، مثلا جبل احنا نعملوا الاسكالاد وكل شيء، معناتها برشا بلايص تلقى زبله وتلقى ناموس وتلقى وسخ معناتها انور، معناتها ما تنجم تعمل حتى شيء معناتها. فهمتك. دره؟ بون تو اي واحد يسمع في الشيء ذا يقول محلية بالحق وماذا بيا كان نعاون، العبد مثلا اللي يجي لباله يحب ينضم للجمعية نتاعكم شنو ينجم يعمل؟ سهل برشا، الناس كل تحب تنضم وتحب تزيد معناتها تجي معنا في ليزيفينمون، دونك بلاصة واحدة يمشي هو الناس الكل هي الباج فيسبوك نتاعنا تونيزي ريسكلاج، والا البروفيل نتاع حسام حمدي، والا نتاعي انا محمد تيسير نهدي بالعربية، يبعثوا لنا ميساجات كيفاش يحبوا هما يعاونوا كيفاش يحبوا كذا، ما احنا ما حاشنيش لا بفلوس نعاود نقول لا حتى شيء، دونك نفايات كيفاش احنا النفايات هذوكم نلمدوهم مع عند العباد نكوليكت ونبدلوهم. هكا يطلبوكم بلديات خير بيبي. احنا توا بالتعاون مع البلديات في الحمله الاخرانيه وقت البارح في حلق الواد، مشكورين جميع بلديه حلق الواد جاوا معنا. وزعنا حكيت 200 مريول و300 ساك سكان هذوما قماش. مشينا للمارشي في حلق الواد ونلقاو برشا نساء محليهم كبار وكل شيء يقضيوا بك القفه بالحق مازالت عندنا. علاش ليه ما نرجعوش لك القفه هذيك؟ شنو البيوت نتاعنا احنا؟ نرجعوا لك القفه هذيك نتاعنا والناس ما عادش تاخذ خمسه ساشيات او ساشي منا وساشي منا وساشي منا، هذوك الكل بعد يطيشوا ما عندك ما تعمل بهم. شو فيش باش يمشيوا؟ باش يمشيوا للجبل وباش يمشيوا للبحر وباش يمشيوا يلوثوا، دونك تستعمل لك القفه والا احنا عطيناهم القفف هذوما معناتها قماش. فرحوا برشا قالوا محليها المبادره نتاعكم يعطيكم الصحه، وقعدوا يدعوا بالخير وقالوا بالحق يلزمنا نبعدوا على الساشيات على خاطر هما كارثه كارثه كارثه. ديجا حتى في سامحني باش نقص عليك، حتى في الجرون سيرفاس حاولوا يمنعوهم، نحب نقول حاولوا يمنعوهم على خاطر التوا مازالوا يستعملوا فيهم. جابوا نوعيه اخرى نتاع الشكر. هذوكم ريسيكلاب النورمال بالفلوس ما يقلقنيش، ما يصيرش اعملوهم هذوكم، ولكن فما ساشيات اخرين مازالوا نتاع سكر نتاع خضره نتاع كذا. دونك نبداو بالقانون، القانون اللي هو يلزم يكون فما قانون ردعي للبلاستيك بصفه عامه. وقتها ما عادش تخدم راهو كان رجعوا معناتها ولا كل شيء. يلقاو حاجه اخرى. في تونس تلقى كل شيء نتصور. تيسير انا قبيله قاعده نحكيو شويه في الاوف وقلت لي اللي فما مشاريع اخرى انتم قمتوا كان بالمدرسه هذيا، لكن في المستقبل فما مدارس اخرين ماذا بيا لو كان نحكيو على الناس على لو بروجي دو فوتر اسوسياسيون في القادم. بالنسبه لتونيزي ريسكلاج عملت مشروع يتضمن تكوين اطفال وارساء لنظام لفرز النفايات. شنو معناها؟ معناها احنا نمشيو كل نهار السبت ان شاء الله في مدرسه من المدارس اللي احنا متعاقدين معاهم، عندنا 19 مدرسه في الحمديه، دونك نمشيو للمدارس هذوكم نقريوهم ساعه لوليدات الصغيرات، نقريوهم على البيئه وكيف المحافظه على البيئه. علاش؟ احنا نخدموا على الساس، الساس نتاعنا شكون؟ هو صغيراتنا، احنا كان جينا الجيل اللي قبلنا قرانا ومعناتها وحط في النظام التعليم نتاعو اللي هو يلزم يتحط اللي هو قراونا ما نكذبوش عليهم الحق قراونا قراونا. انت ديجا ما عندك الوعي هذا، كان ما قراوك قبل وهزوك كان خرجاتك اللي لموا فيها البلاستيك ولموا فيها الحجر ونظفوا المعاهد هذا كل صار. ممكن كان ممكن يكون اكثر معناها ما تصورش انا غنتي قريتها مش نفس المكتب اللي قريتها. لا لا نتفكر نتفكر اتصلت مره ولا مرتين اللي هي خرجنا في المكتب باش نظفنا باش نظفنا المكتب ونحينا البلاستيك. اما الحكايه كانت تخش عليها واجب مش راهو ولا بالعكس بتفادليك كانت واجب تقولش عليها هذاك تابع معناها البروجرام نتاعك حاجه مسقطه عليك ما ما خمم هذه راهو مش خدمه المكتب راهي خدمه الوالدين قبل كل شيء راهو السيسي لا لا سيرتو النظافه تتعلم عند البو والام راهو تتعلم عندنا احنا اذا ما احنا توا جيل جديد اللي يحب تنظف البلاد اون كومونس بارا وانت زاد الكلمه الاولى كانت تقول لهم مش يجوا يعاونونا ما عادش طيشوا الزبله يعيشكم من ما جي طيشوا الزبله في بلايصها ما عادش تاكل حاجه تطيح من الكهرباء دام الكهرباء مرسيدس قد الزويع يعمل هكا طيح باكو جاتو يطيشوا سي با نورمال نظفوا رواحكم تشوف الدنيا تولي نظيفه ما نحبوش تونس نظيفه نحن هذيك شنو نحكي واحنا قلنا نمشيو نبداو بالصغيرات وقت اللي تحكي مع الصغيرات حتى كي يطلع في الكهرباء المرسيدس اللي تحكي عليها خلصوا بيبي انتم مزوز من بعدك فكروا فكروا يطلع في كاميونه كات كات ماشي يطلع وبوه بحذاه يبدا ياكل في المخارق ويطيش الساشي دونك هو يقول له با راه ما قرينيش هكا صحيح
بقرة وفي المدرسة راهو سيدي احنا يعيطوا له سيدي بيئة، يولي سيدي نتاع البيئة راه ما قاليش هكا. دونك ويشوف امه كيفاش تعيش. انا عندي اصحابي البرا يعيشوا كي يجيو لتونس باش يعيشوا يلقاو حاجات مختلفة برشا، معناتها تكعب لي غرد تعيشها في نفس البوبيلا اللي تعيش فيها الدبوزة نتاع البلاستيك، اللي تعيش فيها الدبوزة نتاع كذا، اللي تعيش فيها كذا. دونك بنتها ما لقات فين تعيش، قالت لها ما هذا وين تعيش؟ قالت لها وين مش تعيش؟ في الشارع في تونس تو تعيشها في نفس الساشي. عندهم تري في ديارهم، عندهم تري في ديارهم. في تونس اللي تعنا راهو في الوليدات اللي كانت بلديات تعنا توا قاعدين تعديد بين 19 مكتب هذا في المحمديه، 19 مكتب في المحمديه، وثم زاد 18 مدرسة بتونس الكبرى مختلفين وكل شيء. دونك باش نبداو نمشيو نبداو بالمدارس ونحكيو مع الصغيرات ونعطيهم كادوات ونفرحوا بهم. معناتها خاطر كيما قلت لك ما تجيش حاجه كانك واجبه. احنا مثلا كمجتمع مدني ولا انا نعمل في معناتها نمشي ياسر ندور في تونس الكل في البلايص اللي ما توصلهمش حتى الكهرباء بعد 20 كيلومتر 40 كيلومتر. الحاجه هذيك لازم تعملها بمحبه. اش معناها بمحبه؟ وقت اللي انت الحاجه تعملها بمحبه تولي تعطي 24 ساعه في النهار. علاش؟ على خاطر انت تقول وليداتي نهار اخر ما يلقاوش بلاصه نظيفه باش يلعبوا فيها، ما يلقاوش فضاء معناتها باش يلعبوا فيه، ما يلقاوش حاجه مزينه. دونك تولي تعملها بمحبه، تولي انت معناتها تكرس وقتك الكل، مجهودك الكل، انت عامل جو وعامل جو صحي، ما تقلقش وما تتعبش وتقعد ديما تعمل فيها مع ذيك بليزير وكل شيء. هذا شنو هو معناها؟ يصير النهدي قلنا كان هو متحدث باسم جمعيه تونس للرسكله. نحب نذكر عنا ان شاء الله فما ميجا فيست باش يصير في مجاز الباب، باش يكونوا فما 1000 واحد باش يكامبي مع بعضهم، 1000 خيمه موجودين. هو معناتها حاجه كبيره برشا تصير في مجاز الباب ان شاء الله. دونك الكل مع بعضنا باش نمشيو تونس للراسكله باش تكون غاديكا، وباش نزيدوا نحكيو مع 1000 محب للطبيعه كيفاش معناتها يكونوا معناتها يستحفظوا على الطبيعه، وكيفاش معناتها كيفاش يتعاملوا اكثر مع الطبيعه، وكيفاش يحبوا اكثر الطبيعه. ونحب نشكر برشا هيلا عموس اللي لابستني ماريو المزيان هذايا على الاخر، ديما كل مره تعطينا واحد والميك اب وداني واحد ميري هاوس ميك اب. نشكر ماريو ما يعطيها الصحه. ميرسي محمد تيسير النهدي، ميرسي بوكو انوس.